لا تقولي خالتك قطيعه تقطعها. يعني في احد غيرها غاثني؟ يا معوده شليها من راسك، لا تتعبين عمرك وياها، دام رايدك يحبك ويبيك هذا مطلوب. صارت في فجوه بيني وبين عثمان، كنت اشوف بعيونه الشك. تدرين مرات احس انه هو صدق صدق ان انا اللي سممت نفسي عشان يتهمون امه. مصيبه تصيبها، شلون قدرت تدش غرفتك وانت قفلتنها؟ انت من صدقك هذه النيه كل مكان تقدر تدخل، متى بس تين نفتك منها ويقطونها بدار العجزه. مو بشرط تريينها، اتين انت ينينيها. ايش تبين يعني اسوي؟ ايلها الصبح اقول لها مساء الخير، ولا ايلها بالليل اقول لها صباح الخير، ولا يعني اسوي لها سحر وشعوذه؟ ايه بالضبط، طلعتي ذكيه ما شاء الله عليك. ما فهمت. انا اعرف وحده وبدلك عليها، ايش رايك؟ دشي روما دشي. سكر الباب وراك. امشي. شوفي هذول الفلوس كلهم خليهم حقك، بعطيك مثلهم وبزياده اذا سويت اللي بقول لك عليه، اوكي؟ سمعيني زين وطبقي اللي بقول لك اياه. حياك، تفضلي. كل شيء صار بسرعه. كان عزوز معاي وامه واقفه. قال لي انت طلعتي برا البيت وخدتي عزوز اعتبري نفسك طالق. ارتبكت، تدودعت، ما عرفت شو اسوي، طلعت من البيت. رجعت اليوم الثاني قلت خل اتصل له اتكلم معاه نحل الموضوع، كان بعد يقول لي انت طالق. انت من صدقك انت؟ صدقك طيبه؟ اخوانك احنا، سندك في هالدنيا، احنا ظهرك. تطلقين واحنا ما ندري، ما تقولين لنا، شلون يعني؟ اقول لك شيء اخوي ما تزعل مني. احنا الفتره الاخيره لهينا عن بعض. كل واحد عايش بروحه، عايش في دنيته، عنده همومه، ما حد يدري عن الثاني. لا يا طيبة، الكلام هذا مو صحيح. والله لو يصير عند كل واحد منا مليون حياة، تبقى حياتنا مع بعض هي الأهم. إيش فيك أنتِ؟ ترى كل شيء يتعوض بالدنيا إلا الأخوة. زين أخوي قول لي، شور علي، شو أسوي؟ أنت تعرف أبسط الأشياء، أمس عزوزي كح طول الليل، أنا ما أعرف أتصرف. لأني تعودت أن بدر هو اللي يوديني المستشفى عشان أودي عزوز. في موضوع مهم صار بعد. بدر ياني وقال لي خلنا نرجع حق بعض. زين وانت ايش قلتي له؟ ما قلت له شيء. زين طيب بسألك سؤال وجاوبيني عليه بصراحة من الآخر. انت تبين ترجعين لبدر ولا لا؟ ما أدري شو أقول لك، مشكلة ما أدري. يعني إذا تبي الصج أنا أحبه وهو يحبني، أنا ما أعرف أعيش بدونه وهو ما يعرف يعيش بدوني. وشوف يعني أحس الحين أنا أبي بريك، مو قادرة أتحمله. يمكن بعد هالبريك الأمور تتعدل، بس أخاف هالبريك بعد يطول وينساني. زين اسمعي حبيبتي طيبة، احنا اخوانك حواليك، هذه حطيها في راسك. الشغله الثانيه، ما في احد في الدنيا كلها يجبرك على شيء انت ما تبينه. اهم شيء لا تسوي شيء اللي انت مرتاحه منه. وبالنسبه لبدر اذا يبيك ويحبك ما يخالف، ينطرك لين تكوني انت جاهزه عشان ترجعين له. وعشان اثبت لك انك انت غاليه عندي وان احنا حواليك، عزوز انا وياك بنروح نودي المستشفى. بعد ايش تبين؟ ما تقصر اخوي. هيدي هي كل الفساتين عارضين عليكي افخم البراندات اللي لبسوكي اياها بالحفل، بس بالمقابل انه ينذكر اسمهم. زين خلينا نشوف. اوكي شو رايك بهيدا؟ مو وايد. طيب هيدا شو رايك فيه؟ هذا كني لابسه مثله من قبل. اوكي. طيب هيدي البدله شو رايك فيها؟ يعني اذا بتسمحي لي انا كثير عاجبني، بحسها كثير بتلبق لك. ما ادري اللون يعني، ما ادري. طب قولي لي شو الالوان يلي ببالك وانا بشوف لك اياها. ابي لون كذي يكون زاهي، ابي اذا لبسته ودخلت مكان يبين انه يبين اني ليدي وسعيده انا اسفه اني قاطعتكم. انا بستاذن. اي خلي الديزاينات عندي انا بشوفهم وارد لك خبر. انت ايش جايبك؟ ايش تبين؟
ما شاء الله كل هذا مسويته من فلوس عيالك. والله انك شاطره. شوفي هدره زايده ما لي خلقها، عندك موضوع قولي، ما عندك توكلي. قبل ابتدي كلامي قهوتي تركيه وسط، ويا ريت تحطين لي قطعه بسكوت، المطبخ اكيد متروس كراتين. خو مال عمك ما يهمك، لعب لعب بفلوس عيالك. والله انك شاطره، ما حد عارف حق الفلوس غيرك. حاضر فعلك. سناء يمه نايمة نايمة، ايش تبي؟ ها وانت ايش تسوين هنا؟ انا الحين بطلع داري. صدق عمر اول مره اشوف امي نايمه في الصاله. بالصاله؟ ايش قايل انا؟ رجعنا انا وعماد من المستشفى وشفناها نايمه بالصاله، جبنا لها فراشه وحركناها وما قعدت من النوم. غريبه صدق. يبا امي كبرت، وبعدين امي نومتها ثقيله من عمر الدنيا، وعادي ترى كل امهات ينامون في الصاله. ايش فيك انت؟ ترى وايد مكبره الموضوع. لا 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 امي غير، امي غير، امي وايد مرتبه وكشخه، يعني لازم تروح تاخذ لها الدش قبل تنام، تاخذ لها حليب حار، ما اعرف شنو، عندها طقوس خاصه فيها. اليوم ما سوت ولا شيء من هالطقوس. حسستين ان امي سندريلا. امشي امشي امشي، انا قاعدتها الحين بتسوي لنا بيزه ما نسوى، خليها غرقانه بنوم. يلا امشي قدامي. يلا زين يلا. مو بنازله؟ لا ما بنزل. انا اقول خذيني بعد فرتين بالشارع وبعدين رديني البيت، اخاف اخاف انفضح. رايلك ما اتصل فيك، قلتي له رده. اخاف هذه تموت ويقطون السالفه على راسي. ما راح تموت، بعدين الشغله اللي جبتها جايبها من وحده اعرفها. مجربة؟ أنت ينيتي؟ المفروض هي اللي تين. صح المفروض أنها هي اللي تين، بس شكلي أنا اللي بين. رندو بليس المش، أنا خاف. عيل يلا نزلي ولا تخافين. تقين يعني؟ بس أخاف يصير فيها شيء ويقطون السالفة على راسي، أخاف يتهموني. شنو يتهمونك؟ إحنا طلعنا قصد عزم نتبت عندك طالعة من البيت. لا تخافين نزلي عزم تأخرين على ريلك وبشريني شي يصير إن شاء الله. كاريلي اتصلي. هاكي ترايلج. الو هلا حبيبي، كاني عند البيت الحين نازله ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. الله يستر الله يستر. خذي بالك من روحك وطمنيني ولا تفضحين عمرك. ها لا يلا مع السلامه. مع السلامه. طب السلامه. مع السلامه. أنا أقول ليش ما تكلم أمك تاخذ نصيبك من البيت ويصير عندنا بيستين، نشتري بيت صغير على قدنا. والشركة؟ لا الشركة ما شاء الله عليه عماد ماسكها والحلال كل ماله وقاعد يزيد. لا 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 تجيس الأسهم مالت الشركة كلش. أنا شايفة بيتي ينن بنفس المنطقة 500 متر واي، لو تشوفه زوقة زوقة خشوفه لا يروح علينا. أسألي ما أحسدك بس توكب الخطة وتوكب الموضوع ويايتني بدراسة جدوى كاملة وكنش جاء تعرضينها علي. ايش المشكلة حبيبي؟ الزواج نفس المشروع، يا ننجح فيه يا نفشل فيه، وانا اقول لازم ننجح وما فيها شيء اذا فكرت عنك حبيبي. مو مشكلة خليني افكر. ليش تفكر؟ ليش؟ حرام يروح علينا البيت، أصلاً بيزيد فلوس من نصيبك هذا، غير البيت تقدر تفتح لك مشروع، عيادة، اللي تبي. أنت ليش أناني؟ أنت ليش كذي؟ ما تفكر إلا بنفسك؟ ما تفكر فيني أنا بولدك اللي ياي؟ شلون يعني؟ أنت مو ماخذ حتى موضوع إيجاد صح؟ أنت والله ما عرفت لك، أنت الحين مو توش تقولين الحياة الزوجية مشروع معرض للنجاح والفشل وعارضة علي دراسة جدوى.
اعطيني وقت افكر شوي وتالي ارد عليك. اكلي بس اكلي 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 الاكل يبرد اكلي. أخيراً قعدتي؟ عيست وأنا أحاول أقعدك عشان تتريقين معانا ما قمتي. إيش فيك ما فيك شيء؟ إيش فيها؟ يما ما صدقتش أنت نايمة طول الليل بالصالة؟ أول مرة تسوينها. ما عليك أنا مكثرة البارحة بالعشاء، يما بذمتك بذمتك، شكلت البارحة ونمتي. ويا حرام عليك، أمي المسكينة عمرها ما كثرت على العشاء. يما تذكرت بجدد إقامات الخدم وماني عارف هالشغلة هذه جديدة عليها شلون؟ اسأل أبوك، أبوك اللي يجدد الإقامات مال الخدم مو أنا. إيش فيها؟ يماي سلامتك يما إيش فيك؟ ما فيني شيء ما فيني شيء ما فيني شيء. تدرين انت ايش قلتي قبل شوي يما؟ صداع صداع بيذبحني. يما من متى تحسين بالصداع؟ وين بالضبط؟ مخنوقة ابي هوا ولا هوا بتنفس هوا هوا. يما الله يخليك قولي لنا ايش فيك؟ سلامتك يما لا تخرعين عليك ايش فيك؟ يما قومي 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 خليك الطبيب. تقومين؟ وخروا وخروا جماعة وخروا شوي عنها خلوها تشم هوا. يما 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 دكتور طمني ايش اللي قاعد يصير فهمني. احنا فحصناها بشكل كامل وطلعت خالية من اي مرض عضوي فهي سليمة من الناحية الطبية. طيب اجل شنو هذه الحالة اللي تصير لها؟ أنا خاف يكون معاها صرع دكتور. لا مش صرع، هي ممكن تكون أعراض مرض نفسي وإحنا حولناها للدكتور النفسي. يعني اسمع حضرتك. شلون يعني حولوها لدكتور نفسي؟ معقولة أمي تقعد من النوم فجأة ناسية وايد شغلات؟ أنا بفهم. اللي فيها هذا الحين يعني شنو فقدان ذاكرة؟ فعلا لو ولا فعلك عثمان. هي بس قعدت من النوم مخترعة يمكن حلمانة حلم مزعج أو واحد تجي صحها فجأة. يقولون اللي يقعد من النوم مخترعة يتأثر على خلايا المخ ما أدري شنو صح ولا لا دكتور؟ عماد أنت شفت أمي اليوم أمي مو طبيعية يعني حس إن هذه واحدة ثانية مو أمي. خلاص يا جماعة قصروا حسكم خلوها ترتاح أنتوا يا تفتون يا تتناجرون. اختنق يما ما ادري ايش فيني اكو شيء قاعد على صدري ما اقدر اتنفس. يما بسم الله عليك يما بسم الله عليك
ما عليك شر إن شاء الله، بس قولي لي إيش اللي صاير فيك؟ أرجوك لا تخرعينا. لما تكفين تذكري صار لك أمس قبل لا تنامي بالصالة. ما أدري إيش صار، ما أذكر شيء، ما أذكر ولا شيء، ما أذكر. ما علي يمان، علشان تذكري أنا كنت بالبيت. إيه حلو يمان، إيش كنت تسوين في البيت؟ ما كان عماد ولا عثمان ولا طيبة ولا عمر. اي ما يعني انت كنت بروحك بالبيت؟ اي كنت بداري. زين يما، وبعدين شنو صار؟ الله يخليك ما تذكري. قوموني ودوني بيتي ماني قال لي معلي ودوني البيت. شوي الأب. إن شاء الله يما بنوديك الحين دكتور يكتب لك أدوية وبناخذك معانا وإن شاء الله صحتك تتحسن. يما مو قادرة آخذ نفسي، مو قادرة يما، ودوني بيتي. تعبانة مو قادرة آخذ نفسي، ودوني بيتي. يا ديما هذه الحب المهدئة اللي كتبها لك الطبيب، وإن شاء الله يا رب ما عليك إلا العافية، راح تريحك. أبي حبتين. لا يما لا، لازم تلتزمين باللي كتب لك يا دكتور، لأن كثرة الحبوب المهدئة تضر صحتك. وهذه شو تسوي بعد واقفة؟ مسرح هو مسرح. شو عندك واقفة؟ ما عندك شغل أنت؟ هند 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 ولي سلمك روح الغرفة ارتاحي، انت حامل روحي. يما هدي اعصابك، ترى ما كل الخير الحين، حريم اخوانك يفرحون يقولون اخيرا خالتنا ينت، هذا اللي يبونه. ويخسون، اصلا انت اعقل واحدة بهالبيت. يلا يما اخذي حبتك وهذا قلاص الماي البارد. ما بي هذا. يما شفيك؟ ما بي اشرب. يما هذا قلاص ماي، شفيك الله يهديك. ما بي ماي، وحتى الحبة ماني ماخذتها. هاتش يما شفيك الله يهديك، هدي شوي، لازم تلتزمين بالأدوية. إيش فيك انت؟ انا ما احتاج مهدئات. شنو مينونة؟ انا مينونة؟ يلا طلعوا بنام، طلعوا. بس خفت تشعمني. أمش لقينا الحين ميتة من الخوف، بس تكابر. زين مو مشكلة، أنا بنام عندها، بس الدواء الحين ما بتصير مشكلة إذا ما أخذته؟ لا الحين هي مخها شوي مشوش، ترتاح تنام، باكر الصبح تقعد الزينة. أسمعكم، صاير علي دكتور حضرتك، ها؟ شنو ياهل عندك ياهل؟ أخاف من الظلمة أنا وأحتاج أحد ينام عندي؟ يلا هو دلفوا على دوركم. شا. إيه ما تامرين على شيء؟ طس، وانت بعد ذلفي، ذلفي ويا أخوك. طيعة. حبيبي ليش تبي تروح الشالي؟ قعدي هني اليوم، إيش عندك تروح هناك؟ حبيبتي موعد الرابع، ما أقدر أسحب عليهم اليوم. تات حاتية. بنام بس اليوم، باكر الصبح بتلقيني هني عندك، حتى ما راح تريق معاها، بتريق معك. زين وخالتي؟ خالتك بعد ايش فيها؟ اخواني كلهم جابلينها ما فيها الا العافيه. من عطاها الدكتور حبوب مهدئه اكيد بتصير احسن. دكتور كتب لها حبوب مهدئه؟ اي الدكتور النفسي عطاها حبوب مهدئه. لان كل الاطباء بالمستشفيات يقولون انها ما فيها شيء. فاكيد الموضوع علاج نفسي. مسكينة خالتي بصراحة ما تستاهل اللي قاعد يصير فيها، أنا ما أدري ليش يصير فيها كذي، الله يشافيها يا رب. أقول حبيبتي ليش ما تنزلين تحت شوي تقعدين معاها تحمدين لها بالسلامة وتسولفين معاها؟ يعني يمكن هالموقف هذا شوي يعدل العلاقة بينكم وتغير نظرتها فيك. إن شاء الله من عيوني تامر أمر، شوي وبنزل لها. كفو عليك والله. يلا حبيبتي تبين شيء؟ سلامتك، دير بالك على نفسك، وأول ما توصل دز لي واتساب. حاضر، نار الميكي ماوس.
يلا باي. مع السلامة. أي الحبوب مهدئة ها؟ تعالي تعالي خير، تعالي صير خير.